تعد الفواكه المصدر الرئيسي للعصائر الطبيعية، والتي تباع في المحلات أو التي تقوم ربات الأسرة بتحضيرها وحفظها للاستعمال المنزلي. وتعتبر الخضار أيضاً مصدراً أكثر صحة للعصائر، إلا أن استخدامها محدود بسبب طعمها الذي لا يقارن بطعم عصائر الفواكه الشهي. لهذا ننصح بخلط نوع فاكهة مع نوع ملائم من الخضار لصنع عصير هجين يملك طعم عصير الفواكه الشهي وفوائد الخضار والفواكه معا، مثل كوكتيل التفاح والخيار والليمون، كوكتيل البرتقال والجزر، كوكتيل الليمون النعناع الأخضر الخيار والعنب الأصفر، كوكتيل البرتقال الدموي وعصير الطماطم، كوكتيل الكيوي البقدونس واللايم.